السلام عليكم، كديري؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير ورمضان مبارك سعيد، الله يتقبله منا ومنكم ان شاء الله. بهذه المناسبه ديال رمضان جيت نقدم لكم اليوم الشباكيه بطريقه سهله وبسيطه، كتجي زوينه ومعلكه ورطبه، كنتمنى تنال اعجابكم. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير ديالها، وكنقول لكم مرحبا بالناس الجداد اللي يلاه التحقوا بالقناه، واللي مازال مشترك في القناه ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر ابوني وفعل الجرس باش يبقى ديما يوصلكم الجديد. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجو واحد كاس ديال الزنجلان اللي كنطحنو حتى كيولي على هذا الشكل، كيولي معلك باش ما يقطعش لينا العجينه. وكذلك اللوسه كنطحنوه مزيان بالقشور ديالو، طحنتو حتى كيولي على هذا الشكل، حتى هو كاس. وكنحتاجو كاس الا ربع ديال الزبده اللي كندوبو على نار مهيله حتى كيتحيد منا داك الماء، كتولي نوازيت كيتبدل اللون ديالها. غادي نحتاجو كاس الا ربع ديال الزيت، انا درت زيت العود تقريبا 4 كاس، والشي الاخر كله زيت الروميه. وغادي نحتاجو صفر بيضه، وغنحتاجو جوج معالق كبار، يعني معلقه كبيره ديال النافع، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه حتى هما مطحونين ومغربلين مزيان، واحد ربعة الحبات ديال المسكة الحرة اللي كنطحنوها مع معلقة صغيرة ديال السنيدة، ونحتاجو معلقة كبيرة ديال القرفة اللي كنطحنوها وكنغربلوها حتى هي، خاص كلشي يكون مغربل باش ما يقطعش لينا العجينة. كنحتاجو كاس ديال الماء، وثلاثة المعالق كبار ديال الخل، وكاس الى ربع ديال الماء زهر اللي غندوبو فيه واحد نص ديال ضامة ديال الزعفران. الا عندكم الزعفران زغبة ديرو، انا غير ما كانش متواجد عندي درت ضامة، غندوبوها في مزهر. ونحتاجو كيلو ديال الدقيق خاص بالحلويات وخمارة. اول حاجة غادي ناخد ديك الضامة ديال الزعفران الحر، غادي ندير منها غير النص، غير على حسب اللون، اللي عندكم الزعفران الحر زغبة غيكون احسن. غادي ناخدها وغادي ندوب داك النص ديالها في المزهر، نحركو واحد شوية باش تدوب لينا. فواحد الخلاط الكهربائي اللي كنطحنوا فيه العصير، غادي نديروا فيه جميع المكونات، الزيت، الزبده، الماء، المزهر، كلشي غادي نديروا الا الدقيق. كيف كتشوفوا غادي تشوفوا في الطريقه كيفاش كنديروا الزبده، الماء، المزهر اللي ذوبنا فيه داك الطامه ديال الزعفران الحر، غنديروا فيه حبه حلاوه وكذلك النافع. كيف كتشوفوا ديك القرفه، راه نسيت ما ذكرتش في الاول، القرفه راه دايره معاها واحد القبيسه ديال الملح ما ذكرتهاش في الاول حتى هي ديروها. صافي غادي نديروا داك المزهر اللي ذوبنا فيه الزعفران الحر، وغادي نديروا كذلك الخل. المهم جميع المكونات اللي غادي تشوفوا دابا، وغادي نخليكم على الطريقه باش تفهموا اكثر. كيف قلت لكم ديروا غير الصفر ديال البيضه، ما ديروش البيض ديال البيض، حيت داك البيض ديال البيض ملي كتكونوا كتقليوه في الشباكيه راه كتطلق داك الكشكوشه ديالو، من الاحسن ديروا غير الصفر بوحدو. بالنسبه للوز والزنجلان انا راه ما حمرتهمش، درتهم هكاك حيت راكم عارفين مع غادي تقلى سميتو الشباكيه في الزيت، الى عاوتاني حمرتهم غادي يتحرقوا، غادي يطلقوا واحد المروره ما زويناش، من الاحسن بلا ما هذا تحمروهم. صافي غادي نخلطوا جميع المكونات وغادي نطحنوهم مزيان وغادي نديرهم في القصريه. غنخليكم على الطريقه. اذا بغيتو ممكن الا ما عندكمش الخلاط مثلا، انا كنفضل انني نخلطهم في الخلاط احسن، غيتخلطوا مزيان. الا بغيتو ممكن تخلطهم غير بيديكم مثلا في القصريه هكذا، عاد كتزيدوا عليهم الدقيق بشويه بشويه. انا جاتني هاد الطريقه احسن، خلطهم كاملين في الخلاط، كيجيوني ساهلين حتى في العجينه. صافي غادي نديرهم يتخلطوا مزيان وغادي نكملوا الطريقه.
كيف كتشوفوا غادي نخليهم يتخلطوا واحد تقريبا دقيقه ولا جوج دقائق هكاك. كيف كتشوفوا غيتخلطوا مزيان وعاد نكملوا الطريقه ديالنا. صافي من بعد ما تخلطوا هنايا غادي نخويهم في القصريه. كيف كتشوفوا كيبان لكم الخليط انه تخلط مزيان. هذه الطريقه كتسهل لينا العجينه حتى المكونات كيتخلطوا كاملين. صافي غادي نخويهم كامل، نخوي الخليط كامل في القصريه، عاد غادي نبداو نضيفوا الدقيق. بالنسبه للدقيق غادي يكون مغربل بطبيعه الحال، ضروري خاص يكون مغربل، وكنبداو نضيفوه بشويه بشويه حتى كتجمع العجينه. بالنسبه لي انا غادي نحتاج الكيلو ديال الدقيق، كيلو ديال الدقيق بالضبط اللي درت. صافي كنبقاو نضيفو غير بشويه بشويه وحنا كنخلطو حتى كتجمع لينا العجينه. بالنسبه للعجينه خاصكم تدلكوها شويه، ضروري كتبغي تدلك واحد شويه، غير هي ما خاصهاش تكون عتني قاصحه بزاف وما خاصهاش عتني تكون جاريه بزاف، يعني بينه وبين باش تجيكم الشباكيه مزيانه. حاولوا الدقيق تضيفوا غير بشويه بشويه حتى تجمع لكم العجينه، ما ديروش دقه واحده. إذا حسيتوا بالعجينه مثلا غلبت عليكم قسموها كيف كيبان لكم في الفيديو. انا قسمتها على جوج، ما عندي البوطاجي عالي شويه وخدمت النص بالنص، الاخر عاد جمعتهم. صافي من بعد ما كندلكوا العجينه ديالنا كنسرحوها على هذا الشكل. غادي نقسمها على جوج، وكل نص غادي نقسمه على ثلاثه، غيولي عندي ست الكرات. صافي من بعد ما قطعناهم كنشكلو كل وحده، كنشكلو على شكل كره وكنديرهم في الميكا باش ما ينشفوش لينا. صافي من بعد ما كنكملوا الكرات ديالنا كنجبدوا الكره الاولى اللي درنا في الميكا وكنسرحوها بالمدلك مزيان وكنطويوها على شكل مسمن. هذه الطريقه كتجي بها الشباكيه كتجي مورقه كتجي زوينه. تقدروا
ملي طويها على شكل مسمن تعاودوا طويوها عاوتاني، تسرحوا بمدلك وتعاودوا طويوها مره اخرى. انا طويتها غير مره واحده حتى هكا كتجي مزيانه. ضروري ديروا هذه الطريقه باش تجيكم الشباكيه مزيانه ان شاء الله. صافي غادي ندير الباقي الكرات كاملين، غنديرهم نفس الشكل، نسرحوهم ونديرهم على شكل مسمن، طويهم على شكل مسمن. صافي من بعد ملي كنكملوهم كاملين كنخليوهم واحد في الميكا كيرتاحوا واحد نص ساعه تقريبا، عاد غادي نكملوا الشباكيه ديالنا. ضروري ديرهم في الميكا باش ما ينشفوش ليكم، ديرهم في الميكا وراه من بعد ملي غادي تبغوا تخدموهم غتلقاوهم تلقاو مزيان، كتولي العجينه رطبه. صافي غادي نكمل نفس الطريقه، يعني بلا ما نطول عليكم الفيديو ندوز للتتمه ديالو. هنا كيف كتشوفوا بعد ما ارتاحت العجينه دازت تقريبا ساعه، كنسرحوها بحال هكا وكنقسموها على اربعه طروفه. كتجينا سهله هذه القضيه، الا قسمنا على اربعه كتجينا سهله في الخدمه. انا هنا غادي نخدمها معكم، غنسرحها غير بالتلاك بلا ماكينه، يعني غنخدم معكم بالماكينه وبلا ماكينه، ديك الماكينه اللي كتسرح العجينه، يعني حتى بلا ماكينه كتجي العجينه زوينه. انا غادي هنا غنخدم معكم غير بالمدلك وغادي تشوفوا كيف غادي تجي. هانتوما كيف كتشوفوا بعد ما سرحتها بالمدلك خاصها تكون على هذا الشكل، رقيقه شويه، شوفوا كيفاش كتكون. صافي غادي نحطوها ونبداو نقطعوها بالجراره باش نبداو نشكلوا في الشباكيه ديالنا. حاولوا دوك الجوانب اللي كتحيدوا بالشرارة اللي كيكونوا زايدين حاولوا ما تشدهمش وتكوروهم بايديكم، خليهم هكاك مسرحين وديروا وحده فوق وحده حتى من بعد وخدموهم بهذه الطريقه. كيجيو مورقين، كيجيو اكثر من يعني اكثر من الاولين، كيجيو احسن الا خليتهم هكا مسرحين ومن بعد عاد سرحتهم بالدلك وتعاودوا تخدموا بهم، كيجيو مورقين. حتى هما حاولوا ديرهم في شي ميكا وخليهم غطيه باش ما ينشفوش حتى الاخر وعاودوا خدموا بهم، المهم حتى حاجه ما تشيط. بالنسبه للتقطع كنديروا واحد جوج ثلاثة أربعة والخامس كنقطعوا، كنبقاو بحال هكا واحد جوج ثلاثة أربعة الخامس كنقطعو على هذا الشكل. بالنسبه للشباك هذه هي اسهل طريقه، كيف كتشوفوا كناخذوا داك الشريط الاول وكنديروا فوق الثالث، وكناخذوا داك الشريط الخامس وكنديروه تحت منهم، يعني الشريط الثاني والرابع كيبقاو لتحت، وكنلاقيو دوك الجنيبات صافي وتنقلبوا الشباكيه كتجي على هذا الشكل. هذه هي اسهل طريقه، تبعوا غير بشويه بالنسبه للناس اللي يلاه مبتدئين، سهله هذه الطريقه هي اسهل وحده، كتعطيني هذا الشكل. غادي نعاود معكم واحده اخرى، كناخذوا داك الاول الشريط الاول وكنديروه فوق الثالث، كيف كتشوفوا الثاني هبط يعني خليناه لتحت، وكنجيبوا داك الشريط الخامس وكنديروه تحت منهم،
وكنلاقيو دوك الجنيبات بحال هكا، حاولوا الضغط عليهم باش ما يتحلوش في القلي صافي، وتنقلبوها كتعطينا هذا الشكل. طريقه سهله، على بالكم شي حاجه مقدش قدوها بيديكم ولا بالموس، هي اصلا كتحل ملي كتبدا تقلى راه كتحل بوحدها، وكتجينا على هذا الشكل. غادي نعاود معكم وحده اخرى. كيف كتشوفوا كنشدو الشريط الاول كنديروه فوق كنقلبو على الثالث بحال هكا، وكنشدو الشريط الخامس وكنجيبوه تحت منه، كنشدو داك الجنيبات كنشدهم وكنلاقيهم بجوج وكنضغطو مزيان باش ما تحلش لينا بحال هكا صافي، وكنقلبو الشباكي وكيعطينا هذا الشكل كيجي زوين. طريقه سهله غير بشويه حتى تتعلموا، بالنسبه للناس اللي باقي ما تعلموش راه سهله صافي. وتبقى نقادو هكا بالموس داك الشريطات ولا بانت لي شي حاجه لاصقه ولا هكا نحاولوا نقادوها. ويلا بانوا لكم دوك الجنيبات مثلا طوال ولا ما كتبغيوش دوك هكا داك الحشيش قطعوهم بالموس باش تجيكم على هذا الشكل. بالنسبه للطريقه الاخرى اللي قلت لكم اللي غادي نخدم معكم بالماكينه ديال اللي كتسرح العجينه، هذه هي الطريقه اللي غادي ندير. بالنسبه للطريقه راه هي كتعطي نفس النتيجه، غير الا درتيها بدلك يعني درتيها بايدك ملي كتدي لك شويه الوقت والجهد، عاوتاني الجهد كتاخذ منك شويه الجهد. اما بالنسبه لهذه الماكينه دغيا كتسهل الوقت يعني كتختصر لك الوقت ديالك ودغيا كتسرح لك العجينه. انتما غادي تشوفوا الطريقات بجوج يعني نفس النتيجه، غير هنا كتسرحي غير شويه العجينه وصافي كتديها للماكينه كتسرح. بالنسبه للماكينه اللي عندي انا كندير في الاول نمره 3 عاد كندير نمره 5، كتبقى عاوتاني على حسب كل ماكينه يعني راه مختلفين ماشي كلهم بحال بحال. كندير في الاول 3 وعاد كندير نمره 5. وبالنسبه للارقام اللي عندي انا عندي من 1 حتى 9 وكل ماكينه واش من رقم فيها. كيف كتشوفوا كتخرج العجينه مسرحه ومقاده بلا داك كثرات الدليك اللي كنبقاو ندير لكم، راكم عارفين تبغيو الحاجه السهله. صافي هنا كنحيدو داك الطريفات اللي زايدين بالشراره، وكيف قلت لكم يعني حيدوهم وفي نفس الوقت خليهم هكاك مسرحين ما تعجنوهمش بيديكم باش تعاودوا تخدموا بهم. صافي نحيدو دوك الطريفات اللي زايدين وغادي نبداو نشكلو في الشباكيه ديالنا. صافي انا غنعاود معكم الطريقه غير مره واحده على حساب باش نوريكم زعما نفس النتيجه سوا بدلك سوا بالماكينه. كنشدو الشريط الاول وكنديرو فوق الثالث وكنديرو داك الشريط الخامس تحت منه كيف وريتكم في الاول صافي، وتنجمعو دوك الجوانب وكنقلبو الشباكيه ديالنا وكتعطينا هاد الشكل كيجي زوين. هذه هي اسهل طريقه، كاينين طرق بزاف ولكن هذه هي اسهل طريقه وهي اللي معتمدة عند الناس كاملين تقريبا، كلشي يدير الطريقة اللي كيدير.
صافي. هنا من بعد ما كملتها بالشكل كيلو دقيق هادشي اللي خرج ليا. خليوها تنشف مزيان بهذه الطريقه كتبقى محافظه على الشكل ديالها. انا خليتها تقريبا 3 السوايع. ممكن ديروها بالليل وفي الصباح تقليوها، ما تخافوا والو، ما فيها لا خميطه لا والو. صافي هنايا درت الشباكيه، بديت باللولين من بعد ما سخنت الزيت مزيان. وهذا العسل اللي وجدت معكم من قبل، وعسل ديال الدار اللي بغى الوصفه ديالو راه غادي نخليها في صندوق الوصف. العسل كيجي زوين وناجح 100%، وكيصبر يعني كيبقى واحد المده طويله. صافي هنا كتبداو تحركوا الشباكي غير بشويه بشويه، صافي غير بشويه هكا. من بعد ملي كتشوفوها يعني تبدل اللون ديالها كتقلبوها. ملي كتقلبوها كتخليو غير واحد شويه وكتحيدوها، ما تخليوهاش حتى تحمر بزاف، حيت من بعد ملي غنديروها في العسل غادي تزيد تحمر، تولي فهمتي غادي تحمر اكثر. فهمتي زعما راه كنهضر مع شي وحده، فهمتوا؟ كنتمنى تكون الطريقه واضحه اكثر، وغير جربوا ان شاء الله غادي تعجبكم. صافي هنا كنقلبوا غير بشويه بشويه، كيف كتشوفوا غير كيتبدل اللون ديالها كنقلبوها، ما تخليوهاش تحمر. صافي من بعد ما طابت كنبداو نحيدوها، وديك الساعات كنطفيوها في العسل. غير كيف كتشوف غير كيتبدل اللون ديالها واحد شويه تنحيدها، ما تخليوهاش تتحمر بزاف. هنا بغيت نوريكم غير الزيت اللي قليت فيه الشباكيه كيف كيبقى. صافي ما فيه لا كشكوشه لا والو، داكشي علاش قلت لكم ما ديروا الصفر ديال البيضه راه حيت كيكشكش في الزيت، كيبقى صافي. وكذلك العسل حتى هو كيبقى مزيان، يعني واخا كدير فيه شباكيه ما مهرسه فيه ما والو، يعني طريقه اللي مزيانه. ملي تحطوا الشباكيه بقاو هكا كديروا فوق منها العسل باش تشرب العسل من حده سخونه هكا غير بشويه بشويه. الا كان مثلا معكم العوين يعني كيف كنقول اللي يعاونك كتكون احسن، يعني واحد يقلي واحد يقابل العسل. ولكن انا حيت كانت عندي ايد كنصور بها وايد كندير بها العسل، وعاوتاني كنعاود ندير الشباكيه تقلى، اش غنديروا؟ هادشي اللي كاين مكاينش اللي يعاونك، ماشي مشكل. المهم كملنا واخا سهرت عليها. صافي هنا من بعد ما تعسلت مزيان كنديروا بحال هكا كيف دايره انا كسكاس. درت كسكاس كنخليها حتى كتصفى مزيان من العسل، ولكن حاولوا ما تديروش عليها الزنجلان. انا واخا ما بينش اللقطه اللي درت الزنجلان حيت نسيت. المهم ملي تبغي دير الزنجلان ما ديروش وهي كتبقى كتصفى، حيت هذاك العسل اللي غادي تصفى خليه نقي. الا درتيه فوق من يعني درتيه في الكسكاس درتي الزنجلان وهي باقا في الكسكاس غادي يخسر لكم داك العسل. من الاحسن تحيدوها من الكسكاس ديروها في شي طبيسيل عاد رشوا عليها الزنجلان ديالكم، او تقدروا ديروا ليها حتى اللوز ايفيلي. الا كان اللوز ايفيلي هكا تحمروه شويه ورشوه فوق منك كتجي زوينه، وبالصحه والراحه. الجلال ولا اللوز ايفيلي كلهم كيجيو زوينين. كنتمنى الشباكيه ديال اليوم تنال اعجابكم، وجربوا ان شاء الله غادي تعجبكم، راه كتجي شيشه غتولي ان شاء الله معتمده عندكم. وحتى العسل حتى هو راه كيجي زوين، غير جربوه. وما بقى لي الا نقول لكم بسلامه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. ورمضان مبارك سعيد.